مثل كل يوم أربعة موعد مع مريم الحاج ومع إصدار كتاب جديد باللغة العربية. صباح الخير مريم. صباح النور. بونجور. بونجور. تفضلي مريم. اليوم رح نكون على موعد مع رواية ترجمت يعني مع الترجمة اليوم، وهي بعنوان المعلم ومارغريتا، وهي رواية لميخائيل بولكاغوف. هي هالرواية مش بس واحدة من أفضل الروايات يلي صدرت بروسيا خلال الحقبة السوفيتية، بل تعتبر أفضل رواية بالقرن العشرين. هالرواية كتبها بولكاغوف وأحرق مخطوطتها عام 1930، ثم أعاد كتابتها وأنهى مسودتها الثانية عام 1936، ثم الثالثة عام 1937، وبقي يشتغل على إعداد المخطوطة الرابعة حتى وفاته بالعام 1940، وما صدرت هالرواية إلا بعد 26 عام لما نشرتها زوجته بمجلة موسكو الأدبية على حلقات اعتبارا من نوفمبر بالعام 1966. رواية المعلم بتحكي عن زيارة مفترضة بيقوم فيها الشيطان إلى الاتحاد السوفيتي، وهي مزيج ما بين واقع هالزيارة وقصة صلب يسوع الناصري وما دار بينه وبين بيلاطس البنطي قبل الصلب. السرد بيتابعه القارئ على مستوى ثلاث خطوط. الخط الأول الخراب يلي تسببت فيه شخصية الشيطان وأعوانه بموسكو خلال سنوات الثلاثينات بظل حكم ستالين. الخط الثاني الخيانة يلي تعرض لها السيد المسيح وصلبه. والخط الثالث بيتناول نضال عاشقين متيمين من أجل إنقاذ حبهم. الرواية مكتوبة بلغة ساخرة، هي حكاية فلسفية ونقد اجتماعي وسياسي لاذع للحياة بموسكو وللحكم الستاليني وللماركسية بشكل عام. تفاصيل كتيرة وشخصيات كتيرة موجودة بهالرواية يلي ما رح طول بالحديث عنها، لأترك لكم متعة القراءة والاستكشاف. هالرواية كانت صدرت بالثمانينات مترجمة إلى اللغة العربية، ولكن منشورات الجمل أعادت إصدارها حديثا بترجمة جديدة لهافال يوسف. نحن اليوم أمام رواية مش عادية أبدا، هالرواية يلي تعتبر واحدة من أبرز الروايات يلي كتبت بالقرن العشرين، هي يلي أعطت لا مؤلفة هالة أدبية مدهشة. وصدور هالرواية بعد موت صاحبها ب 26 عام وعلى أهميتها الكبيرة دفعت الأوساط الأدبية الروسية والعالمية إلى إعادة اكتشاف الكاتب من جديد. نعم مريم، رواية بهالأهمية لابد ما يكون تم تحويلها إلى فيلم سينمائي أو عمل مسرحي، شو؟ طبيعي جوال، لأنه مش بس عمل واحد، يعني عشرات الأعمال الشعرية والغنائية والمسرحية والسينمائية والتلفزيونية نهلت من رواية بولكاغوف. هالرواية تحولت إلى أكثر من 10 أفلام وعشر مسلسلات تلفزيونية، ومش بس هيك، عشرات الأغنيات من نوع الروك والبوب استوحت من هالرواية بشكل مباشر، وأشهرها أغنية Sympathy for the Devil لرولينج ستونز. وهون لازم أقول أنه مثل ما كانت هالرواية مصدر وحي لكثير من الأعمال الفنية، كمان بولكاغوف بدوره اقتبس الكثير من أجواء روايته من أعمال فنية، من مسرحية فاوست لغوت. كمان بولكاغوف أخذ كثير من نصوص رواية أنا كارينينا لتولستوي، ومن المشاهد الحوارية برواية الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي، وكمان استوحى من نصوص جوجول. هو على كل كان كتير معروف بأنه متأثر بجوجول ودوستويفسكي. نعم. مريم، يعني عفوا، شو كان سبب إعادة كتابة هالرواية عدة مرات؟ نعم. وليش زوجة الكاتب نطلت 26 سنة بعد وفاته لإعادة نشرة؟ نعم جوال، هو عاش الأديب الروسي الكبير بولكاغوف بزمن صعب كتير، تحولت فيه عبقريته من نعمة إلى نقمة. مثل ما منعرف علاقة ستالين بالمثقفين والثقافة كانت سيئة جدا، على يده أهدر الدماء كبار من الشعراء والروائيين والفلاسفة. بولكاغوف تعامل معه ستالين بقسوة، ومع أنه أعجب ستالين بأدبه وكمال فنه، ولكنه كان
يكره كخصم عقائدي، فعمل عليه نوع من حصار منعه من التعبير، وكان السبب الأساسي وراء عدم نشر هالرواية هالحصار الفكري اللي فرضه ستالين على بولكاغوف. ولكن بالرغم من أنه مات بولكاغوف وهو مقموع ومزلول، إلا أنه أتت الحياة الأخرى لبولكاغوف بعد رحيله، بعد موته لم نستجاب الجمهور القارئ بقوة لمؤلفاته، ولحد اليوم بتغص المكتبات بأعماله. إذن لكان راح الحكم الستاليني، أعادت نشر الرواية زوجته لما حست أنه خطأ الخطر زال، وهيك مثل ما قالت رجع عاش عمر تاني بعد ما ماتوا للأسف. نعم بولكاغوف. نعم شكرا لك مريم على هالاختيار اليوم، ومننطرك نهار الجمعة. الله رأى، نتمنى لك أيام حلوة. يلا باي، منشوفك. رح ننتقل اليابان هلأ، وتحديدا إلى مهرجان عمره مئات السنين، وأساس هالمهرجان هو النار وأجواء هالحدث، من تبعها بهالتقرير. مهرجان هيواتاري باليابان عمره مئات السنين، زواره كانوا قليل لأنه المنطقة اللي بيحصل فيها المهرجان بعيدة، لكن من فترة 50 سنة الزوار صاروا بالمئات، لأنه خط القطار صار يوصل إلى جبل تاكاو. النار هي الأساس، الكهنة بيشعلوا نار كبيرة اللي بتمثل معرفة الآلهة، ولما بتنطفئ النيران الكهنة بيمشوا على الجمر، ومن بعدها الزوار كمان بيمشوا فوق الجمر. هالرحلة بتساعد الإنسان على تطهير الروح والجسم. مخاطر تطاير النيران موجودة، لكن طبعاً الكل مستعد، ورجال الإطفاء موجودين بكل فترة الاحتفال، وما على الكهنة والزوار إلا التركيز على الصلاة والدعوات. من اليابان رح ننتقل إلى البيال يلي شهدت على نهار إيجابي بامتياز، يوم جمع رياضيين من كل المناطق اللبنانية، والهدف تفريغ الطاقة السلبية لرفع مستوى الإيجابية بوقت عم نعاني من الضغوط الحياة اليومية. تقرير من بعدها منرجع لمتابعة فقراتنا. نهار رياضي مميز بدأ بنشاط كبير وطاقة إيجابية وابتسامة حلوة، اجتمع فيه معظم اللبنانيين من عدة مناطق، والهدف هو تفريغ الطاقة السلبية ورفع مستوى الطاقة الإيجابية. أما التنظيم فبيعود للراديكال فتنس يلي اعتاد على تقديم أنواع مختلفة من الرياضة وكلها حيوية وحياة. نحن عم نجرب نوصل انه في كثير انواع رياضه لكل شخص، يلاقوا النوع اللي بده اياه، جربوا وشوفوا، بعدين بيلاقوا باي نوادي فيهم يبلشوا يتمرنوا، وبس يحبوها بصيروا هن منهم لحالهم بقوموا الصبح حابين يعملوا سبور، ومن هون بتتغير حياتهم طبيعيا. وهدف منه فن وهابينس وفتنس، وهيدي اجمالا كل سنه عم نعملها كراديكال فتنس ايفنت، عالميا عم بيصير ايفنت، وهون بلبنان عم بيصير في ايفنت، بس لنشجع الرياضه على طول. نحن بنقدم فيه كل شيء رياضة بنعمله بقلب الجيم، خاصه بالراديكال فتنس، يعني كل شيء ديسبلين، اشياء مع ويت ترينينج واشياء كارديو. الفتنس اويرنس بلبنان كثير عم تكتر وكثير عم تعلى، وشيء بكبر القلب صراحة. السبور هلا صار بوقتنا، صار هو أهم شيء ممكن الواحد يعمله. إلى البيال
حيث أقيم النشاط الرياضي، توجه عدد كبير من محبي الرياضة خصوصا المرهقين من ضغط الشغل والباحثين عن الصحة والرشاقة. جورني سبورتيف وشي حلو، إن شاء الله ضلع دايما في منب لبنان، وأنا جاي من طرابلس لهون. أكيد الرياضة كتير مهمة بالذات للموظفين للي بيشتغلوا بيعملوا بيروح الاسترس بيروح كل شيء. الرياضة جزء مهم من حياتنا، رياضة للجسم، رياضة للروح، رياضة للنفس. سبور كتير مهم للجسم، للطاقة، لكل شيء، الفكر، لكل شيء. تعملي سبور بترتاحي، فالراديكال والإيفنتس هولي إنه كتير حلوين ليخلوا الواحد يعرف قيمة السبور بالحياة ويضل هيلثي. كتير بتساعدني لكون كل يوم قوم أكتف على المدرسة يكون عندي شوي مع التلاميذ كون حركة لأنه they need energy also. نلعب سبور يعني لنصير قوي. الرياضة بالنسبة لإلي شيء كتير أساسي، أول شيء ساب النفس بتزيد ساعتك بنفسك كشكل إنشيب. نحن اليوم جايين على إنشيب يعني. مهن فيها كتير تشغيل دماغ، بحاجة كتير تتعمل رياضة كرمال تطلع على الستريس وتكون مور بوزيتيف. أنا دايما بعمل رياضة، أنا جاي من فنزويلا وصلنا بس شهر هون. الرياضة كتير محبة ودايما بنعمل رياضة هونيك بفنزويلا، وهلا بدنا نعمل رياضة بلبنان إن شاء الله رعد مع الكل. الحياة العملية بلبنان بتتطلب توعية رياضية، وهالنوع من النشاطات أصبحت ضرورة، فالرياضة حركة وبالحركة بركة. كل العالم جمعتها الرياضة، فهيدا لبنان اللي الكل بحبوه. منتابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم فتية الحاج، اختصاصية في العلاج الانشغالي. اهلا وسهلا فيك فتية. رح نحكي معك عن هالاختصاص، ما بعرف قديه جديد بالنسبة للمجتمع اللبناني او العربي هذا الاختصاص. هو بلبنان جديد يعني اكثر من 10 سنين، بس انه هو بضل يعتبر جديد نسبيا جديد. شو هو هالعلاج؟ كيف فينا نعرف عنه؟ هو علاج الانشغالي، هو علاج يختص بمعالجة الفرد نفسيا واجتماعيا بحالات عضلية عقلية نفسية ذهنية. منفوت معه على الشخص إذا كان بمدرسة، إذا كان بمؤسسة، إذا كان بشغله منفوت معه على شغله إذا عنده مشاكل. مشاكل من أي ناحية يعني؟ مشاكل التنقل، مشاكل الحركة، مشاكل كل شيء سميه إرغوناميك يعني. نعدل له المكتب ومدرسته الوظيفة. نعدل له شو يعني؟ نعدل يعني منفوت نحن بالمشاكل الهندسية للشخص تيكون مستقل. نحن كل هدفنا الشخص يكون مستقل، كان ولد صغير او كان كبير او كان شو ما كان المشكله اللي عنده اياها. تعديل يعني تعديل هندسيا يعني، حتى ديكور يعني تيفوت الكرسي ايه تيفوت تيكون كيف يكون مستقل بتواليت لحاله يعني. نشتغل معه على كل شيء هندسيا بالتواليت يعني عقليا وهندسيا عم ترفقون ايه بكل شيء يعني تيكون مستقل. نشتغل على كل النقط تيكون هذا الشخص مستقل بحياته. طيب نحن عم نشوف صور اولاد يعني بالمبدا شغلكم مع الاولاد بيكون؟ نشتغل مع الاولاد ونشتغل مع الكبار ونشتغل مع الكبار بالسن يعني. خلينا نبلش مع الاولاد. نبلش مع الاولاد. اي اولاد؟ من الاولاد نشتغل مع اللي عندهم تاخر بالنمو، يكونوا بيبيز بعدهم ما بيقعدوا ما بيجلسوا، او اللي عندهم مشاكل جينيتيك يعني وراثيه، او اللي عندهم مشاكل ضمور عضلي
بيصير العضلة ضعف، أو اللي عندهم صعوبات تعلمية بيور بمدرسة عادة بس عندهم مشاكل تعلمية، أو اللي عندهم هايبر أكتيف اللي بيكونوا عندهم فرد بالنشاط. إذا بتلاحظوا هلأ كتير هيدي الصرخة عم بتصير إنه هايبر أكتيف ما عم بيقعد، مش لأنه هايبر أكتيف الأولاد، لأنه الأمات بيكون بطل إنجلادة يعني. لا عم بمزح. في هيدي، في وحده من الشق هيدي وحده، والثانيه كمان عندهم مشاكل حسيه هلا تكامل حسي والتوحد كمان. هو لازم نفوت بالشق الاولاد تشتغلوا عليهم. شو يعني؟ يعني نشتغل مثلا مثل الصور، نشتغل بسيتون ثيرابي، هيدا علاج يعني، مش حب الدواء، هيدي بدها وقت، بدها مينيموم، بدها فتره طويله، بدها فتره طويله على قديمه، بنحكي 6 شهور بنحكي فيهم، حسب كمان كل حاله وقد الاهل عم يشتغلوا، يعني مش بس يجي يعمل سيشن ويفل. هو مركز لكم؟ ايه هو مركز، احنا اكثر مع الاولاد. متابعه يوميه؟ متابعه يوم، احنا بيجي يعني مرتين 3 مرات بالاسبوع الولد، يعني مش بيجي يوم، مش كل يوم بيجي. بس انتم مش بديل، يعني مش مدرسه. ايه مش بديل مدرسه، مش بديل عن المدرسه. لا يعني مش بديل. اذا بده يجي بده يجي من بعد المدرسه، ويمكن كتير مهم انه يتابع مدرسته بشكل طبيعي. اكيد نحن على المدرسه، يعني بنروح بنعطي ارشادات للمدرسه كيف لازم يكون بالصف، كيف لازم تكون معامله المعلمه مع هذا التلميذ حسب شو كانت تلقاه، يمكن فوت حتى بالمسابقات، يعني لازم يكون عنده وقت اطول، كيف لازم تكون قعدته، كيف لازم نعمل له تعديلات لنظره اذا عنده مشاكل، تعديلات لجسمه. شفتي يعني حتى عم نفوت للمدرسه بالتعديلات الصفيه تاعت المدرسه، كيف لازم يكون اللوح، كل هذا الاخبار. طيب قد ايه في تحسن؟ قد ايه عم تلاقوا في تحسن للاولاد؟ صدقيني كل ما نبلش على عمر اصغر كل ما بنلاقي تحسن اكثر. قد ايه يعني صغير؟ يعني حسب الحاله، يعني اذا عنده تاخر بالنمو يعني 6 اشهر بنبلش، يعني بيكون بعده ما بجلس براسه، بيوصل لمرحله لا نشتغل عليه. بس حسب، بس هون الاهميه انه يكونوا الاهل عارفين انه اهل يكونوا واعيين. صح، حتى التوحد بنلاحظها بنصير من قبل 6 اشهر بنلاحظ انه عنده توحد، يعني مش ننطر للسنه والسنتين تيفوت جاردوريه تنبلش بعده ما بيحكي، او لا بعده ما بيطلع او ما بيرد، يعني هول كلهم لازم يكون الاهل يكونوا كثير واعيين عليهم قبل ما يفوت، يعني من الجاردوريه وقبل الجاردوريه بالبيت. يعني طيب هيدا الشق الخاص بالولاد. بالكبار يعني بالكبار. شو معقول تكون مشاكل في عنا الكبار يلي صار مرق عمر مثلا ورجعوا اكتشفوها بعدين؟ فينا نشتغل مع كبار السن، هي اول شغله، ثاني هو مثل الالزهايمر والباركنسون معروفين، هول نشتغل معهم. كمان نشتغل مع اللي عندهم ارتوبيدي، يعني نشتغل اللي بيصير عندهم كسر، اللي بيصير عندهم فكش بالايد، اللي بيصير عندهم خلع، كل شيء مشاكل بالايد اللي بتشتغل على الاحساس، اللي بتشتغل على الحركه، كل شيء يعني حركه دقيقه اللي هن ما بيشتغلوها غير اختصاص، لان احنا هيدا اختصاصنا انه نرجع حركه الصغيره والاحساس بالايد حتى تيكون مستقل، يعني تيبكي الزر، تيفرشي، تيفرش اسنانه، تيلبس، تيحرك ايديه، يعني كل هول الحركه بدها نحن بنشتغلها تيكون مستقل، يعني كل هدفنا نحن يكون الشخص مستقل بحياته. كمان بنشتغل على الشق الثاني اللي هي نيرو، اللي هي صار معه جلطه، صار معه ضرب، اصابه بالراس، بالدماغ، صار معه حادث، كل شيء خاصه بالدماغ اللي بتاثر على الحركه. اكثر شيء نحن بنشتغل على الايد، وبنشتغل على فيزيوثيرابي، يعني فيزيوثيرابي بيشتغل على الكور من جسم والمشي والقعده للكبار، نحن بنشتغل على كل شيء خاصه بالايد، يعني برجع بقول لك اذا مثل كان شلل بس بالايد، يعني اذا مشكلته بالاجر مثلا لا ما مش اختصاص، لا مش نحن كل شيء خصو يعني ما بالسوبرير وبالراس بالوظائف العليا للدماغ، يعني التركيز، الذاكره، النظر. مثلا اللي بصير عنده شلل نصفي على اليمين غالب بيكون عنده شلل نصفي على الشمال، فور اكزامبل اللي على الشمال بينسى كل شيء على الشمال، بسميها امي نيجليجانس، بنرجع بنشتغل مش معناتها هو ما عنده نظر انه راح نظره، لا بينسى، يعني بيهمل ميلة الشمال، يعني كل حاله بتشتغلها على ميله. كيف بتطوره مثلا اذا جلطه ونسى ميلة الشمال مثل ما عم بتقولي؟ هي ثيرابي بالاكزرسيسات، هو العلاج بالشغل، العلاج الانشغالي، العلاج بالشغل، على طول في نشاط عم نعمله. يعني اذا شفت الصور بتلاحظ في اوضه، اول شيء كنا اوضه كثير كبيره هي سنسر انتجريشن روم، اللي هي كل شيء خاصه على الاحساس، وثاني اوضه اللي هي تيبل توب اكتيفيتيز، يعني بنشتغل كل شيء على الطاوله او بنشتغل على نعمل اكزرسيسات لليد. نعم، خلينا نشوف او نستعرض معك رده فعل الاولاد بالبدايه على العلاج، يعني قديش هالعلاج ممكن يكون شافي 100%؟ ما فينا نقول شيء ب 100% تيكون كثير صريحين. في تحسن بنلاحظه كثير كبير
قد ما بلشنا على بكير بجابول قد ما بلشنا على بكير قد ما اخذنا نتيجة حتى للكبار أحسن. حتى للكبار يعني مش بس للصغار كل شيء مبلش فيه تيرابي على بكير هو بناخذ نتيجه كثير احسن وكثير افضل انه يقدر هذا الشخص يكون مستقل ممكن يضل في عنا ديسوكال يعني يضل عنا هيك اشياء صغيره بدها تحسين وممكن لا حسب الحاله كمان ما فينا نعمم يعني مش كل الحالات مثل بعضها في منهم عندهم مشاكل بالخط خلص بيتحسنوا فتره صغيره وبيتحسنوا في منهم لا حسب الحاله يعني ما فيك تعممي عرفتي نعم جينا اتصال عم يسال في ولد صار معه حادث وعليت حرارته صار معه هزه حياه فات بكوما من بعد ما وعي من الكوما كان فاقد الذاكره هذا الشيء انتم بتعالجوه نشتغل نحن على الحالات هلا عمره 20 سنه 20 سنه هون صار مشتغل بمؤسسات بس خليني اوضح لك هلا صار عمره 20 سنه بس تصرفاته بتقول انه هو عمره 10 سنين هيدا النوع من بنستقبل نحن بالسانتر بس اكثر بيكون بمؤسسه لانه هو ما بقى بحاجه لجلسه او جلستين بالاسبوع بحاجه لبروجرام يكون معدل يعني نحن لما نفوت على مؤسسات نشتغل بالمؤسسه انه هيدا البروجرام يكون معدل لهذا الشخص اللي عمره 20 سنه حتى لو عمره العقلي اقل من هيك بس لما نحن نشتغل يعني لا سمح لا صار في حدا معه بهيدا الكيس عمر صغير بنبلش دغري بالكلينيك مع سيشن مع اكثر بس هي هزه الحياه كثير شائعه عند الاولاد مع الحراره تعمل هالقد ممكن تاثر صح. كنا عم نحكي عن الالزهايمر مرضى الالزهايمر اذا بلشوا عن بكير بيصير في توقف للمرض مش بيصير من طول المرحله انه يصير تتراجع اكثر يعني مثلا هو كل يعني بتوقف تطور المرض او بتخففي له خفف تطور المرض مش من وقت بضل يتطور بضل يتطور بفرق بين تتطور بسنه تتطور بخمس سنين في فرق ما تطور بثلاث شهور تتطور بسنتين من يعني من طول الفترة يعني ما تتدهور منجرب قد ما فينا انه نحسن انه بتفرملوها يعني ايه ما بتوقفوا ايه. على الاخر بس تتفرمل انا قلت لك في كيسز لابد مثل اللي عندهم ضمور عضلي بالنهاية هو عم بيتراجع العضل اذا عم نحكي بيبس كمان انه عم بيتراجع العضل نشتغل انه ما يتراجع العضل على بكير ما يوقف القلب ما يتراجع بسرعة ما يتراجع بسرعة نعم. طب شو اكثر الحالات اللي عم تجي لعندكم؟ توحد صعوبات تعلمية الحركة الزايدة والبي ام سي يعني شلل عند الاولاد نعم هو اكثر كان كثير حلو انه نضوي معك فتية على هالاختصاص يلي مثل ما قلنا ببداية حديثنا هو صار له اكثر من 10 سنين بلبنان بس يعتبر نسبيا جديد. على امل انه كل يلي عم بيزوروكم يتوصلوا الى حال ولو كان مبدئي بس بالنهاية هذا الشيء بيريحهم لهم بيريح الاهل كمان أكيد. وشكرا لحضورك معنا اليوم اهلا وسهلا فيك بريك نرجع نتابع اخبار الصباح